برمضان شلون دوامكم؟ والله حقيقة دوامنا نفس الدوام، ما تغير شيء. يعني احنا على نفس النمط باقين داومين موجودين، تحديث باكر يعني يوم 15، بس يبقى التحديث العادي اللي يعني هي الحالة الطبيعية اللي لا نقل ولا إضافة ولا شيء، هاي موجودة دائما، بس التحديث كتغيير وهاي الأمور لا تتوقف. اللي راح ينتهي شنو؟ اللي راح ينتهي هو مثلا تغيير أو إضافة أو يعني مثلا نقل من هاي المدرسة لمدرسة أخرى، هاي اللي تنتهي. بس التحديث حالة طبيعية، أنت عندك بياناتك تجي تريد تحدثها ما محدث أو ما لحقت أو صار لك ظرف عادي، بس حالة طبيعية يعني ما بيها لا إضافة لا تصحيح لا تغيير، هاي اللي يعني اللي مستمرة. أما تغيير تصحيح غير هاي الأمور لا، هاي تنتهي في شهر رمضان. يعني حاليا صار نيوين رمضان، أكو إقبال وقل الإقبال؟ لا صراحة شوية قل الإقبال. يعني سبب ليش؟ يعني أتصور يعني الناس صايمة وقليل شو اسمه، وأيضا يعني إحنا هم صار لنا يعني 4 أشهر ونصف إحنا مستمرين، جمعة سبت عطلة رسمية دوام دائما، فأكيد يعني أتصور النسبة وصلت عالية، وإحنا نسبتنا صارت يعني عبرت 70% كمركزنا إحنا. يعني قبل بايومتري أمك؟ والله أنا ما أقدر أعطيك أرقام يعني دقيقة، بس إحنا يعني تقريبا قلت لك يعني فوق 70% من الناس اللي عندنا على مركزنا إحنا حدثنا لهم. أي عندك فد أمر آخر تتوجه للمواطنين؟ يعني عندنا إنه خصوصا الوجبة اللي محدثين قبل 15/5/2019، يعني عندنا باقي بطاقات يعني عدد قليل مو كبير، بس هذول دائما نتصل بهم يا بتعال استلم بطاقتك. إيه راح أجي، تعال استلم بطاقتك. فمدى يعني مدى يجي تعال استلمها وخليها بجيبك، يعني احنا نريد نخلص منها، يعني هاي الوجبة القديمة. أما عندنا وجبة جديدة بس بعد ما يعني بعد ما بدأ أمر التوزيع بها. بس أحكي لك توجيهات، ها ما جاتكم توجيهات التوزيع؟ ما جانا أمر التوزيع يعني، بس يعني على أيام الجاية يعني تقريبا أسبوع هيك يبدأ التوزيع، اللي هي من بعد 15/5/2019 لحد شهر 10/2019.